يلا اللي عرف يجي لهادي على فري على فري هي هادي دير هادي خلي بدي شويه شي حاجه واجي حد انت هادي و... عندي شي حاجه انا واو. انا هادي خرجت بجوج عشرة واط من هنا واحد ريزي شد ريزي شد هكا السلام عليكم الخوت كديري لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم على تاني فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو ضحك تخسر. المهم قبل ما نبداو الفيديو خليو لي شي لايك وبارطاجي وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اذا شي اول مره كتشوفني وكيعجبك المحتوى اللي كندير دير اشتراك في علمك الزراز باش تلقى حاجه جديده توصلك انت الاول ولا تنساوش الخوت تفاعلوا مع الفيديو وخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو الجنة كيقولوا كاينة كيقولوا ولا بغيتي تقول راه حتى الله انت دابا فين هك ولا هك الجنة ولا الجنة انا راه كنقولها قول دابا الجنة دابا ان شاء الله الى الساعة 9 عييت لقينا معكم الجنة ولا ما كتقولش الجنة واش هو انا راه ما كنقولهاش انا صاحبي كنقولها في قناة اخرين اش كتقول؟ اين الجنة ضامنة ليا انا بوحدك ما كنصلي ما والو ولكن فاسد قتلة قلبك عامر بالايمان لا اله الا الله وحسب الله ونعم الوكيل قد مني بالضحك من صغط لوالدي قال لي انا الجنة ضامنة ولكن يا اللي فاسد قتلة الله يقوي إيمانك يلا زيد تقلب عليها الله أنت لقيتيها ما خصهم لا يخدموا لا والو ما يتبعوا بعضهم التابعة يبيع الحشيش يتبعوك بيع الغابرة يتبعوك طلع الحراقة يتبعوك دخدم فقي يتبعوك نجار يتبعوك سمسار يتبعوك مهم اللي يخدم مهم اللي دخدم في الانترنت يتبع مهم التابعة إن هنا قاعدون كما جاء التعبير في القرآن إن هنا قاعدون احنا نتبعوك والله ما كذب هذا الشيخ رضوان اي حاجه درتي يتبعوك اي حاجه اي حاجه بعتي الحشيش يتبعوك خدمتي يتبعوك ما خدمتيش يقول لك ما عرفت منين كيجيو الفلوس خدمتي يقول لك شفار كما درتي وحلتي الفنان بعد التلقيح حسن جدا برافو خويا تبارك الله عليك قبل ساعات قليلة وصل بحفظ الله ورعايته الراتب الشهري وكان في استقباله وفد رفيع المستوى فتقدمه فاتورة الكهرباء والماء والفليكس للموبايل والاشتراك بالانترنت ووفد غفير من الديون وغادر معاليه كما وصل بكل حفاوة وتقدير كان معكم سعيد القريبي من قناة عين المكان إلى اللقاء الله ما كذبتي الصراحه يحسن عاد مساكن اللي كيشدوا الشعريه وهي ما كتكذبهم بالله هي كيشدك يبدا يفرقها على عباد الله هامو الضو هامو الكرا هامو الحانوت ها صاحبو اللي سالا تيتسارو في الخدمه ها هادي ما كتجيش فين دوز واحد 10 ايام في الشهر تلقى الشهريه مشات شبي تهز اخويا شبي تهز برميل اصاحبي شنو تبغيت شبي تهز اخويا شبي تهز كريتا هذا اللي دير هاد الفعله هادي والله ما حاملها بيا بغاها طيح في وسط الحفره ديريكت شوف فين بلاصه الطروفيل حدا الحفره ولي لا حاملهاش والله والله بطيح احامل عاجي يا خويا هذا ولا هادي شوف فين بلاصه الطوموبيل بلاصه جنب الحفره باش هي مين نزلت طيح في وسط الحفره ديريكت ما حاملهاش يا خويا ولا ما حاملهاش هادي
الطوموبيل كلها معمره، والطوموبيل هذو سونسين شفت كي معمره كلها ميتي. هذا في الطريق دابا ملي كتبان ليه ملي كيشوف، ما نفهمش انا ملي كيشوف هذا حاجه غوصه والله خطر، ما فهمتش انا كيفاش ديال شي شقه تيشوف منها ولا ما فهمتش، ولا كان شي حفره ولا كان شي وغادي بالطوموبيل ما مسواقش وما تيبان ليه والو قدامو عمر ما تبطر كاع وعادي عنده. اصاحبي الريزير فور ديال الطوموبيل راه مطبوق بحال كتخونا في الرمله. اصاحبي المعلم ما تعيق اصاحبي تعيق الله ما تعيق بالله. هو كيخوي من هنا والاخر تيدفق من هنا اخر ما يجيب لكم ماماس. الله يجيب لكم ماماس الصراحة. ايوه ما قول بقى ناري يا صاحبي الحوتة جاية كتلوح كتلوح عطيك ديك بحال ديك راه واقيلا دي السمكة ديال المنشار اللي عندها داك الفم بحال المنشار، كون ضربت هذيك البنت كون قطعت ليها رجليها. شحال كنا فاطمة ديال السيرك فاش كنا صغار، بالعاني كيبدا يزح في هذا ويزدح في هذا، شتيه بالعاني، تطلع لي الدم كاع ويقول لي مني انا بواحال هذي كاع، السلام عليكم بالناقص من هذا اللعب كاع ديالكم. ديما سبحان الله العظيم الاولاد اولا البنات ديما تيتجهوا جهتهم سبحان الله العظيم. شوف دابا كيفاش كيدفعوا مع امهم باش يغلبوا باهم. شوف ضربوا شي جن ولا مال ما تيقش راسو واش دارها كاع. جديد هذا هي تيضحك تيلبخ لي هاديك على وجهو كاع البقجة. وجهك بوي يلا شد انت على قلبتي عليها وحد الله العظيم انت على قلبتي عليها كتحب تسولح في الطريفة ولا شد يلا الا ملقيتيها رسلتيها من خرو اعلانات 2021 واش انا اش هادي مرا ولا راجل ما عرفتش واش مرا ولا راجل. يبا شنو عليه تسحبني انا واش بنت وحق الله انت معلم نقاد المواقف. المهم الخط وصلنا لهنا ديال الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا ضحكتوا واستمتعتوا معايا في هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ديروا لايك بارطاجيو وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى كنتي اول مره كتشوفني وكيعجبك المحتوى اللي كندير دير اشتراك على ماك الجرس باش يلقى حتى جديده توصلك انت الاول. وما تنساوش الخط تخليوا لي التعليق الزوينه ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. تهلاو.